بالنسبة لسليمان ريسوني، يعني جوابا على سؤالكم، تعلمون على أن التحقيق انتهى وأننا في انتظار قرار السيد قاضي التحقيق الذي أحال الملف على السيد الوكيل العام لتقديم ملتمساته النهائية، وبعدها ستكون لنا كلمة في الموضوع. أتمنى أن يكون القرار إيجابيا بالنسبة لسليمان ريسوني. بخصوص عمر راضي، فنحن الآن بعد الانتهاء من الشق الأول المتعلق بالعنف الجنسي، فقرر السيد قاضي التحقيق الاستماع إلى عمر راضي بخصوص الشق الثاني المتعلق بجنحتي المس بالسلامة الداخلية والخارجية للبلد. ستكون لنا أول جلسة يوم 24/12/2012، سنحضرها ونستمع إليه السيد عمر راضي، سيستمع إليه السيد قاضي التحقيق تفصيليا بخصوص هذه الجنحتين. بخصوص عماد الزيتون، النيابة العامة عندها سلطات ما سلطة الملأ التي خولت لها تحديد تسطير متابعة في حقه كمشارك في الفعل. راه استمع له السيد قاضي التحقيق وأكد على أنه لم يكن مشاركا بالفعل، ونحن ندافع عن المتهمين دفاعا عن الوطن، دفاعا عن القانون في هذا البلد، دفاعا عن متابعات سطرت بشأنهما. وبالتالي مسألة الشر هي أعتقد على أننا نتابعها كوطنيين، نتابعها كإنسان في هذا البلد. نتأسف لهذا الأمر، نتأسف على أن الجسم الصحفي هو من يقوم بالعملية، ولكن على المستوى المسطري لحد الآن لم نقم بأي إجراء قانون، لأن الأمر يتعلق بأسرتي المتهمين إلى هما أو أنهم يسطروا المتابعة، يتقدموا بشكايات في مواجهة من يقوم بالتشهير في حق عمر راضي وسلم راسه، فذاك حقهم.